عندما نقرأ سيرة محمد بن خوارزم تجد أنك أمام رجل من عظماء المسلمين، فإذا راجعت حياته الأخيرة وخاتمته تبين لك غير ذلك. كانت مدة ملكه 21 سنة وشهورا تقريبا، واتسع ملكه وعظم محله وأطاعه العالم بأسره، وملك من حد العراق إلى تركمانستان، وملك أفغانستان حاليا، وملك بعض الهند وسجستان وكرمان وطبرستان وجرجان وبلاد الجبال وخراسان وبعض بلاد فارس. ومن هنا يظهر حسن إدارته لبلاده، حتى أن ابن الأثير يقول عنه: كان صبورا على التعب غير متناعم ولا مقبلا على اللذات، إنما همه في الملك وتدبيره وحفظه وحفظ رعاياه. كان محمد قد غزا جميع أراضي بلاد فارس من الأتراك السلاجقة، وعندما غزا جميع الأراضي من نهر سيحون إلى الخليج العربي، أعلن أنه الشاه، وطلب اعترافاً رسمياً به من الخليفة العباسي في بغداد. في عام 1218 عبرت مجموعة صغيرة من المغول الحدود الخوارزمية، عبرتها فجأة في مطاردتهم لقائد عسكري هارب من أعدائهم. وعند استعادة القائد الهارب بنجاح، اتصل جنكيز خان بالشاه الخوارزمي. كان جنكيز خان يسعى لفتح علاقات تجارية بين الإمبراطوريتين، وكان جنكيز خان حينها قد غزا ثلثي ما ندعوه حاليا بالصين. وبسبب ما سمعه الشاه الخوارزمي من تقارير مبالغ فيها عن قدرات المغول، كان اعتقاد الشاه في أن هذه الدعوة لإقامة علاقات تجارية مجرد خدعة لغزو أراضيه. أرسل جنكيز خان سفراءه إلى خوارزم تأكيدا منه على أمله في فتح طريق للتجارة بين الإمبراطوريتين. أما الشاه فقد جعل أحد ولاته يتهم هذه المجموعة علانية بالتجسس، وتمت مصادرة بضائعهم الفاخرة واعتقلوا. وفي محاولة للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية، أرسل جنكيز خان بعثة من 3 رجال إلى الشاه ليعطي له الفرصة لإخلاء مسؤوليته عما قام به الوالي التابع له وتسليمه المغول الذين اعتقلوا. في المقابل قتل الشاه البعثة المرسلة إليه، وبعدها على الفور أصدر أمرا بقتل السفارة التجارية المغولية. أدى وقوع تلك الأحداث إلى أخذ جنكيز خان بثأره بجيش يتراوح عدده بين 100,000 إلى 150,000 مقاتل، الذين عبروا سيحون في عام 1219 ونهب خيرات مدن إسلامية مثل سمرقند وبخارى وأورترار. الهجمة التترية الأولى. بدأت الأمور تأخذ منحاً جديداً عندما أتى مجموعة من التجار المغول إلى مدينة إسلامية تسمى أوترار، وهي تقع في شرق المملكة الخوارزمية على حدود دولة التتار. فلما رآهم حاكم المدينة المسلم أمر بقتلهم جميعاً. وعندما وصل نبأ مقتل تجار مغول في الأراضي إلى جنكيز خان، أرسل إلى محمد بن خوارزم شاه يطلب منه تسليم القتلة إليه حتى يحاكمهم بنفسه، ولكن محمد بن خوارزم اعتبر ذلك تعديا على سيادة البلاد الإسلامية، فهو لا يسلم مجرما مسلما ليحاكم في بلدة أخرى بشريعة أخرى، إنما قال أنه سيحاكمهم في بلاده، فإن ثبت بعد التحقيق أنهم مخطئون عاقبهم في بلاده بالقانون السائد فيها وهو الشريعة الإسلامية. ولكن جنكيز خان لم يقتنع بذلك الكلام، أو بمعنى آخر لم يرغب في الاقتناع بذلك الكلام. وبذلك وجد جنكيز خان العلة المناسبة للهجوم على العالم الإسلامي، وبعدها بدأ الإعصار التتري الرهيب على العالم الإسلامي. فبدأت الهجمة التترية الأولى على دولة خوارزم شاه. بداية الإعصار. جاء جنكيز خان بجيشه الكبير لغزو بلاد الخوارزميين، فخرج له محمد بن خوارزم وذلك في عام 616 هجريا، وذلك بعد 13 عاما فقط من قيام دولة التتار. والتقى الجيشان في موقعة رهيبة في شرق الدولة الخوارزمية شرق نهر سيحون، وهو ما يعرف الآن باسم نهر سرداريا في دولة كازاخستان. واستمرت المعركة لمدة 4 أيام متصلة، وقتل
من الفريقين خلق كثير، فاستشهد من المسلمين في هذه الموقعة 20,000، وقتل من التتار أضعاف ذلك. ثم تحاجز الفريقان بعدها، وانسحب محمد بن خوارزم بجيشه من أرض المعركة، لأنه وجد أن أعداد التتار هائلة جدا، ولا قبل له بهذه الجيوش الجرارة، فانسحب ليحصن المدن الكبرى في مملكته، وعلى رأسها العاصمة أورجندا، وانشغل في تحضير وتجهيز الجيوش من أطراف مملكته. ومع اهتمام محمد بن خوارزم بتحصين المدن الكبرى، إلا أنه ترك الجزء الشرقي من مملكته بدون حماية كافية، ولكن هذا الخطأ لم يكن بمثابة خطأ تكتيكيا من محمد بن خوارزم، ولكن كان خطأ قلبيا، فقد اهتم بتأمين نفسه وأملاكه وأمواله وأسرته، وتهاون في تأمين شعبه، حافظ على كنوزه وكنوز آبائه، ولكنه أهمل تماما الحفاظ على مقدرات وأملاك شعبه. وعادة لا يصمد أمثال هؤلاء القواد أمام الأزمات التي تعصف بأمتهم، وعادة ما تسقط الشعوب التي تقبل بهذه الأوضاع المقلوبة دون إصلاح. اجتياح بخارة. جهز جنكيز خان جيشه من جديد، وأسرع في اختراق كل إقليم كازاخستان الكبير، فمساحته تبلغ حوالي 3 مليون كيلومتر تقريبا. فقطع كل إقليم كازاخستان دون مقاومة تذكر، حتى وصل إلى مدينة بخارى المسلمة، وهي بلدة الإمام الجليل والمحدث العظيم الإمام البخاري، وهي تقع الآن في دولة أوزبكستان. فحاصر جنكيز خان بخارى في عام 616 هجريا، ثم طلب من أهلها التسليم على أن يعطيهم الأمان. وكان محمد بن خوارزم في هذه الأثناء بعيدا جدا عن بخارى، فاحتار أهل بخارى ماذا يفعلون. فظهر في المدينة رأيان، الرأي الأول قال أصحابه نقاتل التتار وندافع عن مدينتنا، والرأي الثاني قال أصحابه نأخذ بالأمان ونفتح الأبواب للتتار لتجنب القتل. وهكذا انقسم أهل البلاد إلى فريقين، فريق من المجاهدين قرر القتال، وهؤلاء اعتصموا بالقلعة الكبيرة بالمدينة، وانضم إليهم فقهاء المدينة وعلماؤها، وفريق آخر من المسلمين، وهذا هو الفريق الأعظم والأغلب في هذه المدينة، وقرروا فعلا فتح أبواب المدينة والاعتماد على أمان التتار. ففتحوا أبواب المدينة للتتار، ودخل جنكيز خان المدينة الكبرى، وأعطى أهلها الأمان فعلا في أول الأمر خديعة لهم، وذلك حتى يتمكن من السيطرة على المجاهدين بالقلعة الكبيرة في داخل المدينة، وبدأ في حصار القلعة، بل وأمر أهل المدينة من المسلمين أن يساعدوه في ردم الخنادق حول القلعة ليسهل فتحها. والغريب في ذلك الأمر أنهم أطاعوه في ذلك. وهكذا حوصرت القلعة 10 أيام كاملة، ثم فتحت عنوة وقسرا. ولما دخلها جنكيز خان قتل كل من في القلعة من المجاهدين، ولم يبق بالمدينة مجاهدين. وهنا بدأ جنكيز خان في خيانة عهده، فسأل أهل المدينة عن كنوزها وأموالها، واصطفى كل ذلك لنفسه، ثم أحل المدينة لجنوده، ففعلوا فيها ما لا يتخيله عقل. وانظر ما قاله ابن كثير في كتابه البداية والنهاية عن هذا المشهد، يقول: فقتلوا من أهلها خلقا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأسروا الذرية والنساء، وفعلوا مع النساء الفواحش بحضرة أهلهن، فارتكبوا الزنا مع البنت في حضرة أبيها ومع الزوجة في حضرة زوجها، فمن المسلمين من قاتل دون حريمه حتى قتل، ومنهم من أسر فعذب بأنواع العذاب، وكثر البكاء والضجيج في البلد من النساء والأطفال والرجال. ثم أشعل التتار النار في دور بخارى ومدارسها ومساجدها، فاحترقت المدينة تماما حتى صارت خاوية على عروشها. وهكذا هلكت بخارى في عام 616، وكان هلاكها البداية وليس النهاية. اجتياح سمرقند. بعد أن دمر التتار مدينة بخارى وأهلكوا أهلها وحرقوا ديارها ومدارسها ومساجدها، انتقلوا إلى المدينة المجاورة وهي سمرقند، واصطحبوا في طريقهم مجموعة كبيرة من أسرى المسلمين من بخارى، وكما يقول ابن الأثير فساروا بهم على أقبح صورة، فكل من أعيا وعجز عن المشي قتل. والحكمة من اصطحاب التتار الأسار المسلمين معهم إلى سمرقند كان له أكثر من هدف من جراء ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه كانت سنة من سنن التتار في كل تنقل لهم من مدينة إلى مدينة، وأهداف اصطحاب الأسرى المسلمين معهم، فكانوا يعطون كل 10 أسرى علما من أعلام التتار ليرفعوه، ف
فإذا رآهم أحد من بعيد ظن أن المجموع كله من التتار، فتكثر الأعداد في أعين أعدائهم بشكل لا يتخيل، فلا يعتقدون مطلقا أنهم يقدرون على قتالهم. وكانوا يجبرون الأسرى على أن يقاتلوا معهم، أن يقاتلوا ضد أعدائهم، ومن رفض القتال أو لم يظهر فيه قوة قتلوه. وكان التتار يتترسون بالأسرى، فيضعون الأسرى في أول الصفوف كالدروع ويختبئون خلفهم، فإذا أطلق العدو السهام على جيش التتار دخلت السهام في صدور الأسرى المسلمين، والتتار يطلقون سهامهم من خلف صفوف الأسرى المسلمين، وكانوا يقتلون الأسرى على أبواب المدن الإسلامية لبث الرعب في قلوب أعدائهم وإعلامهم أن هذا هو المصير الذي ينتظرهم إذا قاوموا. ونعود إلى سمرقند، مدينة من حواضر الإسلام ومن أغنى مدن المسلمين في ذلك الوقت، ولها قلاع حصينة وأسوار عالية، ولهذه القيمة الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة ترك فيها محمد بن خوارزم 50,000 جنديا خوارزميا لحمايتها، هذا بالإضافة إلى أهلها الذين يقدرون بمئات الآلاف. وصل جنكيز خان إلى المدينة وحاصرها من كل الجهات، وكان من المفترض أن يخرج إليه الجيش الخوارزمي النظامي، ولكن دب الرعب في قلوب الجيش المسلم وتعلقوا بالحياة، فأبوا أن يخرجوا للدفاع عن المدينة المسلمة، فاجتمع أهل المدينة وتباحثوا في الأمر، ففشلوا تماما في إقناع الجيش الخوارزمي في الخروج للدفاع عنهم، فقرر البعض من العامة أن يخرجوا، فخرج 70,000 من أهل المدينة، وخرج معهم أهل العلم والفقهاء، خرجوا جميعا على أرجلهم دون خيول ولا دواب، ولم يكن لهم الخبرة العسكرية التي تمكنهم من القتال، فرأى التتار أهل سمرقند يخرجون إليهم، فقرروا القيام بخدعة، وهي الانسحاب المتدرج من حول الأسوار، في محاولة لسحب المجاهدين بعيداً عن مدينتهم، فبدأوا في التراجع تدريجياً عن سمرقند، وقد نصبوا الكمائن خلفهم، وبالفعل نجحت خطة التتار، وبدأ المسلمون يطمعون فيهم حتى ابتعدوا تماماً عن أسوار المدينة، وعندما ابتعدوا عن أسوار المدينة، أحاط بهم جيش التتار تماماً، وبدأت عملية تصفية لأفضل رجال سمرقند، فقتل 70,000 مقاتل عن آخرهم، وبعد إفناء الجيش المسلم عاد التتار إلى حصار المدينة مرة أخرى، فأخذ الجيش الخوارزمي قرارا مخزيا، وهو طلب الأمان من التتار على أن يفتحوا لهم أبواب المدينة دون مجهود، فوافق التتار على إعطاء الأمان لهم، ففتح الجيش الخوارزمي الأبواب وخرجوا إلى التتار مستسلمين، فقال لهم التتار: سلم إلينا أموالكم وسلاحكم ودوابكم ونحن نسيركم إلى مأمنكم، ففعلوا ما أمرهم به التتار، فلما أخذ التتار أسلحتهم ودوابهم وضعوا السيف في الجنود الخوارزميين حتى أفنوهم عن آخرهم، ودخل التتار المدينة وفعلوا بها مثل ما فعلوا في بخارة، فقتلوا أعدادا لا تحصى من الرجال والنساء والأطفال، ونهبوا كل ثروات البلد، وانتهكوا حرمات النساء، وعذبوا النساء بأنواع العذاب المختلفة بحثا عن أموالهم وذهبهم، وسبوا أعدادا هائلة من النساء والأطفال، ومن لم يصلح للسبي لكبر سنه أو لضعف جسده قتلوه مباشرة، وأحرقوا الجامع الكبير بالمدينة وتركوها خرابا. واستقر بعد ذلك جنكيز خان في سمرقند لأنه أعجبته المدينة العملاقة التي لم يرى مثلها في حياته قبل ذلك. نهاية محمد بن خوارزم. أرسل جنكيز خان 20,000 من فرسانه يطلبون محمد بن خوارزم، فقال لهم جنكيز خان: ابحثوا عن محمد بن خوارزم واطلبوه أينما كان ولو تعلق بالسماء. وكونه جنكيز خان أرسل 20,000 جنديا فقط لقتل محمد بن خوارزم، فيه إشارة إلى استهزاء جنكيز خان بمحمد بن خوارزم وبأمته، فهذا العدد لا يقارن بالملايين المسلمة التي ستتحرك فيها هذه الفرقة التترية الصغيرة وتدخل في أعماق الملايين المسلمة. انطلقت الفرقة التترية مباشرة باتجاه مدينة أورجندا عاصمة الخوارزميين، حيث يستقر محمد بن خوارزم، وهي مدينة تقع على الشاطئ الغربي من نهر جيحون. فجاءت الفرقة التترية من الجانب الشرقي للنهر،
ففصل النهر بين الفريقين، فأخذ التتار يعدون أحواضاً خشبية كبيرة ثم ألبسوها جلود البقر حتى لا يدخل فيها الماء، ثم وضعوا فيها سلاحهم وعتادهم، ثم أنزلوا الخيول الماء لأن الخيول تجيد السباحة، ثم أمسكوا بأذناب الخيول، وأخذت الخيول تسبح وهم يسبحون خلفها، ويسحبون خلفهم الأحواض الخشبية بما فيها من سلاح وعتاد. وبهذه الطريقة عبرت الفرقة التترية نهر جيحون، وفوجئ المسلمون في أورجندا بالتتار إلى جوارهم. ومع أن أعداد المسلمين بالنسبة للتتار كانت كبيرة، إلا أنهم قد ملئوا رعبا وخوفا من التتار، وما كانوا متماسكين إلا لاعتقادهم أن النهر يفصل بينهم وبين التتار. أما بعد أن أصبح التتار إلى جوارهم، فلم يجدوا أمامهم إلا طريقا واحدا وهو الفرار. وكما يقول ابن الأثير: ورحل خوارزم لا يلوي على شيئا في نفر من خاصته. واتجه محمد بن خوارزم في فراره من الفرقة التترية إلى مدينة نيسابور، فانتقل بذلك من دولة إلى دولة أخرى، من أفغانستان إلى إيران. أما الجنود النظاميون فقد تفرق كل منهم في جهة، وأما التتار فما كانت لهم إلا مهمة واحدة، وهي البحث عن محمد بن خوارزم وقتله، ولذلك تركوا أورجندا ولم يدخلوها، وانطلقوا مباشرة في اتجاه نيسابور، مخترقين الأراضي الإسلامية الواسعة في عمقها وهم لا يزيدون على 20,000 مقاتل، وجنكيز خان ما زال مستقرا في سمرقند، فكان بينهم وبين أقرب تجمع تتري مسافة كبيرة شاسعة، فكان من الممكن بسهولة أن تحاصر هذه الفرقة التترية في أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي، لكن الخوف من التتار جعل الناس يفرون منهم في كل اتجاه رعبا وحرصا على الحياة. ولم يكن التتار في هذه المطاردة يتعرضون لسكان البلاد بالسلب أو النهب أو القتل، لأن لهم هدفا محددا لا يريدون أن يضيعوا الوقت في القتل وجمع الغنائم، إنما يريدون فقط اللحاق بالزعيم المسلم. ومن ناحية أخرى فإن الناس لم يتعرضوا لهم لئلا يستثيروا حفيظتهم فيتعرضون لأذاهم. وهكذا وصل التتار إلى منطقة قريبة من مدينة نيسابور في فترة وجيزة لم يتمكن محمد بن خوارزم من جمع الأنصار والجنود، فلما علم بقربهم منه ترك نيسابور واتجه إلى مازندران. لم يدخلوا نيسابور بل جاوزوها واتجهوا خلفه مباشرة، فترك مازندران إلى مدينة الري، ثم اتجه إلى مدينة همذان والتتار يتبعون أثره، ثم عاد إلى مدينة مازندران مرة أخرى في فرار فاضح مخزي، ثم اتجه بعد ذلك إلى مدينة طبرستان، وكان حينها على ساحل البحر، فوجد سفينة ركب فيها وهرب بها في عمق البحر، وجاء التتار ووقفوا على ساحل البحر ولم يجدوا ما يركبوه خلفه، فنجحت خطة محمد بن خوارزم في فراره المخزي إلى جزيرة في وسط بحر قزوين، وهناك رضي بالبقاء في قلعة قديمة. كانت هذه القلعة في هذه الجزيرة، وعاش في فقر شديد وحياة صعبة، وهو الملك الذي ملك بلادا كبيرة وأموالا لا تحصى، ولكن رضي بذلك لكي يفر من الموت. وسبحان الله، ما هي إلا أيام ومات محمد بن خوارزم شاه، مات في هذه الجزيرة النائية بداخل القلعة، مات وحيدا طريدا شريدا فقيرا، حتى إنهم لم يجدوا ما يكفنوه فيه، فكفنوه في فراشه الذي ينام عليه. عندما نقرأ سيرة محمد بن خوارزم تجد أنك أمام رجل من عظماء المسلمين، فإذا راجعت حياته الأخيرة وخاتمته تبين لك غير ذلك. فيقول ابن الأثير في ذكر سيرته: كانت مدة ملكه 21 سنة وشهورا تقريبا، واتسع ملكه وعظم محله وأطاعه العالم بأسره، وملك من حد العراق إلى تركمانستان، وملك أفغانستان حاليا، وملك بعض الهند وسجستان وكرمان وطبرستان وجرجان وبلاد الجبال وخرسان وبعض بلاد فارس. من هذا يتبين لنا أنه كان عظيما في ملكه، فاستقر له الوضع في بلاد كبيرة مدة طويلة، ومن هنا يظهر حسن إدارته لبلاده، حتى أن ابن الأثير يقول عنه: كان صبورا على التعب غير متناعم ولا مقبلا على اللذات، إنما همه في الملك وتدبيره وحفظه وحفظ رعاياه.
يقول ابن الأثير في نص آخر يفسر بوضوح سبب هذه الهزائم المتتالية والفرار الذي وقع على محمد بن خوارزم، فيقول: كان محمد بن خوارزم قد استولى على البلاد قبل ذلك وقتل ملوكها وأفناهم، وبقي هو وحده سلطان البلاد جميعها، فلما انهزم من التتار لم يبقى في البلاد من يمنعهم ولا من يحميه، فكان هذا هو السر في حياة هذا الرجل العالم الذي اتسع سلطانه وذاع صيته ثم مات في جزيرة في عمق البحر، مات هاربا من التتار.